لاعب دولي اللي بغيت يلعب في البطوله المغربيه وفي الفريق ديالي المعنى ولت اسفي، بغيت لاعب ديال رونالدو ديال البرازيل يلعب في اولمبيك اسفي، هذا كيبقى هذا غير حلم. تاش بيتشيغ اولمبيك اسفي خاصه مهاجم، ما كان عندنا الحمد لله ومشى الحمد لله ما بقول الفرقه شويه ناقصه، غادي اولمبيك اسفي واخا غير نحلموا شويه، غادي اولمبيك اسفي على الاقل غيتماركوا البيوشه وغادي يكون فرجه شويه.